ابتهاجا بالأيام المباركة وذكرى الولادة الميمونة للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، شهدت إحدى مسقوفات ما بين الحرمين الشريفين افتتاح معرض الجمال التراثي الأول الذي يقيمه قسم شؤون المعارف الإسلامية والإنسانية في العتبة العباسية المقدسة. يقام هذا المعرض تحت عنوان الرحمة المهدات، وواضح من خلال العنوان أنه يركز على شخصية النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وذلك بمناسبة مرور المولد النبوي الشريف قبل أيام. هذا المعرض يضم أكثر من 70 لوحة تنوعت ما بين الخط والزخرفة والرسم. المقصود منه التركيز على جوانب متعددة من شخصية النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وكذلك تسليط الضوء على هذه الفنون الإسلامية المهمة، أعني بها الخط والزخرفة. يتضمن هذا المعرض 40 لوحة يعني زخرفة رسمت باليد، وكذلك يحتوي على تقريبا 20 لوحة خطت خط حي وكذلك مؤطرة بهذه الأطر الجميلة. يعني تناولت الكتابات وما أرسلناه إلا رحمة للعالمين، وكذلك البسملة، وكذلك بعض الخطوط التي لها قيمة يعني مميزة. طبعا هذه اللوحات يعني تحاكي الخط العربي وكذلك لما له من مكانة في التراث الإسلامي. الرحمة المهدات هو العنوان الذي حمله المعرض الذي ضم في طياته أكثر من 70 لوحة تنوعت ما بين الخط والزخرفة والرسم، الذي يهدف إلى التركيز على أهم الجوانب من حياة نبينا نبي الرحمة صلى الله عليه وآله، إضافة إلى إبراز الفنون الإسلامية الجميلة. طبعا تفاجأنا اليوم بهذا المعرض الرائع من قبل بعض الفنانين الأخوة محمد فالح والأستاذ أمير، يعني صراحة انبهرنا جدا. وبمناسبة ولادة الرسول، الولادة الميمونة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت أعمال جدا راقية وجدا رائعة، بحيث أبهرت جميع الموجودين وأشادوا كل من رأوا تلك الأعمال. المعرض تميزت لوحاته بعناوينها التي حملت رسالة سلام ومحبة، فضلا عما تعكسه من إبداع للفنان العراقي وما يحمله من تطور ملحوظ يحتفى به من قبل الجميع.